كرة الآن فرصة وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الفيصلي، ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. يتقدم أكرم، أكرم، أكرم الزوي والهدف الأول. جول، هدف الافتتاح في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء عن طريق أكرم الزوي. أكرم الزوي يسجل هدف، وقد يكون هدف الانتصار، قد يكون هدف الانتصار. كرة على يمين فراس صالح، على يمين فراس صالح، يسجل أكرم الزوي الهدف الوحيد لغاية الآن في المباراة. بوتشا